انا حطيتها اول صوره، عملت اول قالب جاتو على السوشيال ميديا، لقيت في عليه اقبال، لقيت عليه مباشر عليه اقبال، صرت اصنع اقبال، صار الجمهور نفسه يقول لي بدي قالب بدي قالب قالب. يوميا صرت اعمل 10 20 30 قالب في الاربع خمس ايام لهالوقت، كل يوم عندنا طلب متزايد على الكمامه.